هلو هلو، كيفكن اليوم؟ مين منكم ما بيحب الشوكولات، وخاصة إذا كان هلسي دارك شوكولات في سيدز مثل ما بنعمله نحن بالمحل؟ تعوا معي على الأتليه تفرجيكم كيف بنعمله وخبركم عن فوائد الشوكولا. نحن بالبيو بأورغانيك بنستعمل إيطاليان شوكولات 72% أقل سكر وفي فوائد بكميات كبيرة. خليني أخبركن على السريع شو هي فوائد الدارك شوكولات. بتقلل ضغط الدم وبتزيد الاشتقال الكوليسترول المنيح بالجسم، بتخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بتنقص الكورتيزول والأدريالين من الجسم وبتعلي السيروتونين، يعني المود بيكون هالقد منيح، بتخفف الأنسولين أو بتساعد بمقاومة الأنسولين، هي بتزيد الطاقة وبتزيد الدورة الدموية بالجلد، يعني الملمس بيكون هالقد ناعم وأقل تجاعيد، بتقلل السعلة وفيها مغنيسيوم بكميات كبيرة، بس ما فيها ناكلها قبل ما ننام لأن الكافيين والثيوبرومين الموجودين فيها بتخلينا نقلق، ونحن بالبيو بأورغانيك زدنا سيدز تتكون هالقد هيلثي.